عنوان الرئيس تطوير التعليم والمحالج وصيانة الآثار. الخبر بيقول إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه وزير القطاع الأعمال العام بإعداد برنامج متكامل لتطوير المحالج والعمل على زيادة الرقعة المزروعة من القطن المصري عالي الجودة، كما تم تكليف الوزير بالبدء في أعمال تطوير وتوسيع مصنع إنتاج الألومنيوم بنجع حمادي ومصنع الحديد والصلب في حلوان ومصنع الدلتا للصلب. ولسه مكملين معاكم في نفس الموضوع من جريدة الوطن بعنوان السيسي يوجه بتحويل شركات قطاع الأعمال الخاسرة لرابحة. خلال لقاء الرئيس بالوزير كلفه مواصلة تنفيذ خطة الإصلاح للمساهمة بفاعلية في جهود تنمية الاقتصاد المصري ومتابعة جهود إصلاح الشركات الخاسرة لتحويلها إلى شركات رابحة من خلال تعظيم الاستفادة من أصولها وتحديثها ونقل التكنولوجيا المتطورة إليها وكمان ضخ الاستثمارات اللازمة لذلك بالإضافة لتحقيق الاستفادة من الفوائد التي تحققت خلال الفترة السابقة.